الاجتماع ده هو اللي خلانا في البداية نتصور ما تصورناه اللي هو حضرتك حبيت توضحه وأنا سعيد بابتسامة حضرتك لأنه السياق الزمني والشكلي والإجرائي هو اللي أوحلنا أنه الموضوع يخص هذه القضية لأنه من فوره عاد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب إلى مشيخة الأزهر ومن فوره استدعى معالي وزير الأوقاف والقيادات الدينية الكبرى في مشيخة الأزهر وكان اجتماعا مغلقا سريا يعني حاولنا احنا بجواسيسنا شوية نتلصص ونعرف ايه اللي بيحصل فكان الأكثر منعة من جواسيسنا ثم كانت النتيجة أن اللهجة تغيرت وخصوصا لهجة معالي وزير الأوقاف عندما قام ببعض التصريحات اللي أراد منها أنه يضمنها ما تبقى الشكل واضح يعني بس في النهاية كان كلاما محترما عن تقديره لإقامة وقيمة شيخ الأزهر ومشيخة الأزهر وأنه لا خلاف وأنه كلنا تحت المظلة يعني في النهاية يبدو أن ده كان عشان ده ولا ده والله سيادتك تعليمات حتى فضيلة الإمام الأكبر للأساتذة وللمسؤولين والمستشارين من قبل حتى صدور الكلام او يعني راي هيئه كبار العلماء تمام. ومن بعد صدور خاصه راي كبار العلماء انه يعني بيرجو من الساده العلماء عدم التلاسن والدخول في هذا الامر ده شيء محترم الهيئه قالت رايها لوقف لغط معين وانتهى الموضوع قال ولا يستحق اكثر من هذا كلام تمام واعتقد ان في اجتماع طب مش عايز تديني اي حاجه من الكنترول كده عن اجتماع امبارح اجتماع امبارح الحقيقة كان ركز فيه فضيلة الإمام على التركيز على تدريب العلماء الأئمة الوعاظ أئمة الأوقاف ووعاظ الأزهر والذين يعملون في حقل الدعوة عموما التركيز على تدريبهم تنمية قدراتهم الفكرية والثقافية ومهارات التواصل مع المجتمع مهارات التواصل بكل أنواعها صحيح تواصل بالأجهزة الحديثة زي الكمبيوتر وما إلى ذلك اللغات الأجنبية حتى كمان اللغات الأجنبية مهارات التواصل وإدارة الأزمات وكيفية الاندماج في المجتمع تمام. والاندماج معك وفهم كافة طبقات المجتمع ودي لها خلفية كبيرة لأن الحقيقة الخطاب الديني مش مقصود به الخطاب ككلمة ده المصيبة أن نختزل الدين إلى مجرد خطاب أحسن.